صباح الخير. النهاردة هنروح جولة كده في شرم. هفطر سندوتش جبنة رومي عادي وشاي، هظبط دماغي بيه، وبعد كده هننزل البحر، وبعد كده هنتغدى، وبعد كده هنروح خليج نعمة. هاخد لكم جولة فيه كده عشان اللي عايز يعرفه ويشوفه، فاللي مهتم اللي هو يتفرج على شرم يتفرج معايا على الفيديو ده وتابعوني لحد الآخر. ده الشاطئ العام عند خليج نعمة، تذكرة ب10 جنيه، بتستلمي بطاقتك، بتاخدي باسكيل، بتقعدي على الشازلونج عادي، المية حلوة قوي، ممكن بقى تتمشي على كل الشواطئ. كل شاطئ بيبقى خاص بفندق، بس اللي بيخش بقى الشاطئ العام ده زي كده بيبقى مأجر شقة، فبيبقى ملوش فندق. انا متابع المسلسل ده، هو مسلسل كوري بيحكي ان واحده ابنها عمل حادثه باين، فهي عملت انسان آلي شكل ابنها بالظبط، ودي البودي جارد بتاعته وحبته. ده اللي انا فهمته من المسلسل، فبحاول اتابعه بقى مع كوبايه الشاي بتاعتي. هو ده الانسان الآلي، مش ده، ده هو ده. يلا خلص بتابعة المسلسل ونشوف هنعمل ايه تاني. هتغلي وهحط الكفتة اهي، كفتة متحمرة هتشربها في شايلينها في الفريزر. مش عارفة اتكلم البصل اللي انا شايفة قدامي، راح اغسل وشي بقى وكده وهتغلي بس، والحتة دي تسيح عشان الطماطم دي كانت في الفريزر، واكل استوي وارجع لكم تاني. على حسب، لو خارجة مثلا 3 في 4 سلك الحديد نوني. اكتر اغنية عجبتني، قلت اخلص الحاجات اللي عليا قبل ما انزل عشان لما انزل ميبقاش ورايا اي حاجة. عاملة حسابي ان انا هروح على البيت انا مش ورايا ولا اكل ولا اي حاجة، ممكن يدوب بس اتعشى اي حاجة خفيفة واقعد بقى اتفرج على التلفزيون او اي عامل اي حاجة بقى مفضلة ليا، اروق دماغي كده قبل ما انام. ف دي حاجة حلوة اوي اتعلمتها في حياتي.
ده بقى اللي عايز يشتري اي انتيكات او اي حاجات اللي هي بتاعت البازارات وكده، بتاعت الحسين يعني. عموما هي من هنا، شارع طويل جدا. أم كلثوم